اهلا بكم في حلقه جديده اسماعيل ولوزست. اليوم لقيت بالدوره دوده شفتوها، لقيت تو كاتربلرز، ما بعرف اذا بيصيروا بترفلاي. شفتوا كيف بنحملها؟ شفتوها؟ بس احط هاي شوي هنا. حبيبتي انزلي، بس فيش عليها اليوم بليز. ها انزلي، انا بعطيكم عواصي هون. يركا وهاي كاتربلر بالانجليش. بس حبيبوني عشان هدول الازويان شوفوا السلبي بيجون عايش على النباتات الصغيرة، وممكن اسير فواسي. عندي ازويان كتير وقصوين، فتحات على جسمها عشان تتنفس. وريني منهم. هدول الفضلات تبعتها. ليش في بدهم الوان؟ شكله في نوعين دودة، لأنه دودة هاي والدودة الثانية هي عم تأكل. شايفين؟ تعال نوريهم كيف تأكل. شايفين كيف هي عم تأكل؟